السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ بخير عليكم. كي دايرين؟ مع اول حاجه مبروك رمضان، عواش مبروكه، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. الموضوع ديالنا ابراهيم دياز، اخر اخبار، واخيرا اخيرا اخيرا ابراهيم تنفوزوا به هيولي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي الاساسي. والبارح جانا خبر عاجل من الفيفا، تيعلنوا على ابراهيم دياز وعبد القادر دياز باسبانيا. التفت طبيب الاسبانيا من مواليد 3 أغسطس 1993، هو لاعب كرة قدم إسبانيا من أصول مغربية، ويلعب في مركز وسط هجومي مع ريال مدريد الإسباني، وسبق لعب مع نادي مانشستر سيتي، وسبق أن لعب مع نادي السيميلان الإيطالي، والآن اخيرا سيلعب مع المنتخب الوطني المغربي. صح على اسبانيا. واكد البارحه بالصفحه الرسميه ديالو بان ابراهيم دياز سيلتحق في مارس في معسكر المنتخب الوطني المغربي، اللي يجري في واحد المباريات ودين بين المنتخب الموريتاني والمنتخب الأنغولي. ونتمنوا يلعب ابراهيم دياز، وباقي ما عارفينش فين اين بوست يلعب، واش يلعب هجوم او وسط هجوم، او باقي حتى عندنا المصيري شكون يلعب اساسي، حيت هو بوست ديالو وسط هجومي. نتمنى اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه، ما تنساوش الاشتراك في القناة، وديما الجديد مع السي ابراهيم، ودعمونا اخوتي باش تطلع القناة. يلا معكم ابراهيم، بيس وتسلا، تحياتي، وديما نبقى نجيب لكم الجديد. ومرحبا بك ابراهيم دياز من هذا المنبر الاسود الاطلس. نتمنوا يجيو شي لعابه من اصول مغربيه، ونتمنوا هذاك لامين يامال اللي اختار اسبانيا بدل من المغرب، نتمنى حتى هو يرجع للمنتخب باش يساند ابراهيم دياز. وبيس دراري، وصلوا فراسكم، وعواش مبروكه.